في ميزان حسناتك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. سامحنا يا رسول الله لأنك أحببتنا ولم نرك. سامحنا يا رسول الله لأنك أحببتنا ولم نرك ولم ترانا. لازلنا نذكر تلك الجمل عندما قلت للصحابة: وددت أني لقيت إخواني. فقال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قلت: لا، إخواني هم الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروا. ونحن والله نحبك يا رسول الله، ونحن والله نحبك يا رسول الله، ونرجو من الله أن يحشرنا معك. سامحنا يا رسول الله وسامح نساء المسلمين، فإن الكثير من نسائنا نامصات وأنت لعنت النامصات، والكثير من نسائنا واصلات للشعر وأنت لعنت الواصلات، والكثير من نسائنا مغضبات للأزواج وأنت لعنت المغضبات للأزواج، والكثير من نسائنا يتعطرن ويخرجن إلى الأسواق وأنت وصفت من تتعطر وتخرج إلى الأسواق بأنها زانية. سامح هؤلاء النسوة يا رسول الله، فإنه لا يزال في قلوبهن حب لك، وفي قلوبهن شوق لك، وفي قلوبهن رغبة في اتباع سنتك. سامحنا يا رسول الله، وادع الله أن نكون من رفقائك في الجنة. سميل تسامى سما في سماء إن كان سماه بأسمائه. علي تعالى وفوق العلا ينادى عليه بعليائه. سري سرى سرى تسرى السرور بإسرائه. تناء عن الشر لما نأى ففاض الضياء بأنوائه. تنبى بأنباء ما قد نبى نبي أنبنا بإنبائه. حي وأحيا بوحي أتى من الله نحيا بإحيائه. تروى برين ولما روى تروى الرواة بإروائه. رأى الرأي حقا كذاك الرؤى وروى الرواء وروى الرواء وروى الرواء بآرائه. هدى وأهدى الناس من هديه وأهدى الهداة بإهدائه. لدي الشمائل ند الندى يند النداء بأندائه. ثري بآثار فوق الثرى تثير ثرى للوفا ما جفا وفاء بفيء لإيفائه. رساك الرواسي ولما رسى رسى كل راس بإرسائه. رضي من الله نال الرضا رضا الله دوما رضا الله دوما بإرضائه.
النبي فأسجد، النبي الذي يحدث يقول فأسجد تحت العرش وأقول أمتي أمتي، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع، فيعد لي عددا. هذا العدد وين؟ في النار، موجودين في النار. فيعد لي عددا فيقول يا محمد اذهب وأخرجهم من النار، فأذهب فأخرجهم من النار، فأجد أن من أمتي من تبقى في النار، فأعود فأقول يا رب من أمتي من تبقى في النار، فيعد لي ربي عددا آخر فيقول لي اذهب يا محمد وأخرجهم من النار، فأرى أن من أمتي من بقي في النار، فأعود رابعة وخامسة وسادسة إلى الله، حتى يقول النبي فاستحييت من ربي. طلبت مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمسة وستة، يقول النبي فاستحييت من ربي. هل اكتفى النبي؟ قال فاستحييت من ربي فعدت إلى الله. قلت من أمتي يا رب، من أمتي من هم في النار؟ فيقول اذهب وأخرج كل من في قلبه لا إله إلا الله، اخرج من النار كل من في قلبه لا إله إلا الله. حينها يعود النبي، لا يكتفي، يعود ويسجد ويقول أمتي أمتي، فيقول الله اذهب وأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجهم، فيعود ثالثا ويسجد، فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. يقول النبي حتى أخرجهم إلى الجنة، حينها يرضى رسول الله. كم قصرنا بحقك يا أبا القاسم،